نحن كاتحاد طلبة السوريين في جامعتي سكال وسكال التطبيقية قمنا بإنشاء حفل للمتخرجين لدفعة 2020 و2021. الحفل كما رأيتم تكلل بالنجاح الحمد لله بفضل الله، وكان هناك يعني مدعوين أنه لبوا هذه الدعوة. الفكرة كانت بالحفل وربطه بثورة السورية، كان دائما الحفل يتخلل مجموعة من الأشعار مع الأستاذ أنس الدغيم الذي ألقى بعض قصائده الثورية وبعض الأناشيد التي تخص الثورة. حاولنا قبل شهر ونص أن نرتب هذا الحفل، بفضل الله وكان هناك مجموعة كبيرة من الطلاب الذين تطوعوا في إنشاء هذا الحفل. ونحن آخر صوت للحفاة، إذا مر الطغاة على أكبادهم ونفوا. بكل تأكيد سعيد لوجودي مع الطلاب هون، حسيت وكأنه أنا اللي تخرجت فعلاً، لأنه أنا أكثر حدا بيقدر التعب والجهد اللي عانوه هدول الطلاب حتى وصلوا للتخرج. بكل تأكيد يعني شريط الطلاب يعني يمكن من أهم الشرائح بسوريا، وأكثر شريحة قادرة تغير فعلاً سواء كان بالواقع داخل سوريا أو بالواقع خارج سوريا. وبتمنى لكل طالب، لا سيما الطلاب اللي بدهم يدخلوا على الجامعة أو دخلوا هاي السنة وعم لاقوا صعوبات وعم لاقوا متاعب وعم يعرف عم يفكر إنه فات وما نعرف ما عم يفهم حتى اللغة، يعرف إنه هاي المتاعب راح تروح بيوم من الأيام وراح يقدر يتغلب عليها إذا حط هذا الشيء براسه. فإن شاء الله يا رب إنه أي طالب ينجح ويوصل لحلمه. ألف مبروك للمتخرجين، ألف مبروك للأهالي اللي تعبوا وربما حرموا حالهم من شان أولادهم يوصلوا لهاي المرتبة، وإن شاء الله يا رب ربنا بفرج علينا وعلى الطلاب بسوريا وخارج سوريا. أنا طالبة روبا مراد، تخرجت من كلية تصميم التواصل والإعلام، انقبلت بالجامعة بسنة 2015 تقريباً، هاي السنة تخرجت. والحمد لله اليوم وصلنا لليوم المنتظر اللي كل الطلاب بينتظروه وقت يفوتوا على الجامعة. الحفلة اليوم اللي عملوها الاتحاد الطلبة السوريين بالنسبة لجامعة تكاري وجامعة التطبيقية كان كثير كثير مميز بالنسبة لي هذا اليوم، لأنه عن جد حسيت أني أنا متخرجة بجامعة بسوريا وبتركيا، حسيت حالي أنا مع أهل وطني وأهل بلادي، وحسيت أنه عن جد يعني أنا إن شاء الله أحسن أقدم شيء لهذول العالم.